السلام عليكم. كان في الطريق إلى منزل جار لهم يبعد عن منزل أهله قليلا، استدرجوه مع أخيه ثم أخذوهما إلى مسجد يجمعون إليه ضحايا التجنيد من الأطفال. هناك شحنوهم بالآمال والوعود ثم نقلوهم من مدينة عمران إلى جبهة البيضاء. قصة معاناة الطفل خالد الوركي مع الاختطاف والتجنيد في معسكرات الحوثيين نشاهدها في الفيلم التالي ثم نعود. اسمي خالد خيال صالح علي حسين الوركي من محافظة عمران من مديرة عيال سريح من قرية الورك. كنت نازل من بيتنا إلى بيت جيراننا، بعد احنا انا في الطريق ودق مسلم من حق الحوثي. انا قد انا في الطريق ولقاني قال فين تسير؟ قلت تسير بيت جيراننا. نزلنا وركبني قال بوصلنا هناك. ماشي وصلنا لها عند قدم فوق اخته، وكنا واقف لنا هنا وذهب يجيراننا قال هنا كرماية نسر نتي غد ونتي لهم ونرجع نرجعنا وياكم. كنا تمام سر وصلنا لا وخض ما وصلنا لا عند معسكر وعند جامع. لما دخلنا لو حصلنا هنا جهل خيرة يصرخوا. دخلنا قال جو عندما الأسود عندما بس بالزنق. دخلنا لا داخل قال الله صرخوا وإحنا كنا نصرخ نصرخ نصرخ. رجع كمل كمنا نصرخ للتوني تزنا لنا مغرب. رجعوا قالوا يلا نضويكم. كنا تمام أدرحونا غير فوق الطقومات ما تدونا فوقه وغطنا بالترابي. قالوا قلنا لهم غطنا بالترابي قالوا من البرد. غطنا بالترابي وفحضوا ما وصلنا لنا في البيضة. وصلنا البيضة وإحنا في البيضة وصلنا ورجع أول ما وصلنا وزعوني أنا وزعوني أنا وأخي واثنين. رجع وزعوني وإحنا قالوا لنا عملكم عليكم دعبوا تراب في الشوالات بالمتارس. ورجع كان يدولي أنا وأخي 20 شواء. أول يوم عبينا 10، ثاني يوم كان يخلوني وحدي أسير دولي 20 شواء. قال لهم ما رجعش ما قد مليت شال 20 شواء أضربك. بعد احنا قلنا في شوالات وصلت وعب انا قلبت التفر خلوني انا واخي والثاني هالتفرها وحدي. بعد عبيتو انا وصلت عبيتو من التعب والعطش شوي كان عبي شوي كان كوزر ما كان يطلنا نشرب. ورجع جي وما قد عبيتو الله خمسه وصل قال ما قد عبيت انا شكلهم قلتو ما سرج وضمني فيها شي هانا وهاني كان يضربني وضمني لو ما وشي اعتبش لها كذي. انا عندما اضحك ولا اتكلم من بين الله دول احنا نتكلم عندما اضحك الحق يفتن هذا يمشي ما يتحركش أحرك هذا لأنه يتحرك ما يتحركش هذا لأنه هذا الشك كله واقف عيني ما أغمث واحده غمث تايم مستش وحدي أبلا غمث نفس انتهي. أول ما وصل نضع لك أنا مدرق أنا مدرق خرج الدم ولك مدرق قوي ما اشتلم درقني لما خرج الدم وكنك رغل وداك وجل جعب الزني وضواني ما كان يلضمني ويراخضني ويخلعني. ما تشترك لا يزيد يضربك عظم اسكت لك واسكت جربت مرة تحاكي يتو تضربني عظم. قلت ما لك تضربني ما نش ابن أبوك ما دخلك لي. قال مش أنا داري مش أنت ابن أبي لكن قعبك هكذا وكان يراخضني ويلاضمني وما عدا كان يضربني وأنا اسكت اسكتي. ورجع ضوينا وصلت إلى هناك وأخي قد مرض ما يأكل ولا عاد في شيء. كان خاف علي ويقول ما ضوي والله لا أرجع. كان يحلف لهم والله لا أرجع ما خلاني أضوي. أخي أصغر مني بسنة صف سابع إحنا نقول له سابع أيوة. ورجع بعد ما وصلت له عنده وهو مريض ما عاد يأكل ولا يشرب. كان خاف علي كان يقول لهم أضوي والله أرجع أضوي والله أرضوي. كان أبكي عليه لا يموت ولا شيء ولا يمرض مرض قوي ولا كان رافع على وفكي وهم يضربوني بذفكي. انتم قالوا ان نسلم لكم اسلحه ونسلم لكم معاشات وندي لكم ونود لكم ذخيره ونسلم لكم دقومات. واحنا كان يشجعوني لو ما دخلنا الجبهه وما بعد بر ما كانوا ما حط دقومات ولا سلاح ولا رواتب. أنا أول ما وصلتهم للموقع حقنا حق الحوادث وصلنا وهم قد هنا قد المقاومة قد كانوا سوى اثنين هم هناك مددين ما نزعوهم ولا شيء.
وصلنا دخلناهم ورا الأرض وخلوهم هناك، رجعوا بزوهم ونذقوهم من رأس الجبل، نذقوهم هناك ما قبروهمش. قالوا لي ما تبردك ما تبندك، سعام تبردك وإحنا نتلف بنعدك. أول كان نربوهم وهم ربونا نحن قصتهم نحن نشتري نشرب، فزونا كان نقول ما نشرب ولا كان نرضى، كان يلغ لك فك كذا ويبردقك بالغصب. ورجع قالنا لي ما يتبردك ما نبندقش، ورجع كان يطولنا بينها حبوة مدري ما هو والله ما نعلم كن كان نسوي مني. ورجعت كان يطولنا داخليها هذه حبوب مهروريها مدري كيفه، وإحنا نتبردك. أول ما تبردكت وسومت وانت ذكت نشاط مهمه مدرة، وقدنا مكفلن كده نتصل نقدمه، كان ربط الباب ولا ذرة ما كان درا ما جاهي. ورجع كان نمشي دولة كيلو أنت ولي معك، كان أنت ولي بتركضوا في مكان ولي بتصير وجه ودولة كيلو، كان برق ويجذك وقت العصر والله وقت العبي والله الصبح برتق ودان تقطع وين ترى شيء صار هناك. أول ما وصلوا بتدمخ قد بتعدل علي بينه صار هناك تعبي وانت ذامك ما كان هندهرب من عند الشمس ويجي يضرمك ويضرب لضمك. وصلنا في الجبهة 3 أشهر ما تحملنا لا مرة، يوم ما دولة هنا خزاء يشربوا وحنا واخي خضينا سكتوا وما حدش داري، صرنا تحممني وما حدش داري لو دروا لا يضربونا، تحممنا ولا حد داري. أحلام كان أحلام أخي حلمت هنو ومات بالمرض، حلمت هنو ومات، وأنا حلمت إنه لضمني لو ما قال عسناني. وكان ومرة حلمت النبي جاء عندنا ونقذنا وهربنا من عند الحوثي، ومرة درايته نحن احنا واخي قتلنا ابو رعد وهربنا. حلمت ابوني في وش يزغمك ويخرجك من عنده ما عاد خلقت دربه ويضربك ويراكضوك ويضربك بعصي ولابس لا ويضربونه. ورجع بعد ما اخي مرض قوي 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 كذا مرض قوي، رجع قالوا يلا قلت أضوي، قالوا خلاص إحنا بنوصلك للزفلت نروحك هناك تموت أنت وأخوك ولا تحيا ولا تبرون نفوسكم. وصلنا للزفلت كان نوقف لنا سيارات نوقف لنا ولا رضينا. بعد الله كنا نمشي أنا وأخي، كان حافظ يا أخي فوق ظهري ومشي شوية هدرحة شوية نخوف جر وشوية نمشي، كان وقف ولا رضينا وقف لنا سيارات. ورجع وقف لنا واحد ركبنا معه دخلني كوزرنا معه دخلنا على داخل قال منين انتم، قال ايش كنا نوم على الحوثي ما صدنا ايش نقول من عندك، قلنا منين انتم ومن جيتم ما صدنا ايش نقول من عندنا. رجع قال من جيتم ما شهد انزلكم، قلنا جينا من عند الحوثي، قال ما كنت فعلنا كنا خطفونا، قال ذا فين بيتكم، قلنا في عمرة، قال انش توصلكم، قلنا وصلنا لا صنع لا شارع القيادة لا عند اخوالي، طبعا اخوالي هم في شارع القيادة ساكني. رجع وصلنا ومشينا احنا وياه واخي فوق سيارة فوق سيارة حكم ما بالله وحده جاي من السعودية، مشى بني وصلنا لا شارع القيادة، وصلنا عند اخوالي واخوال الدولة فرحوا وفرح دول الصحبة السيدات دول الزغاد، قالوا انتي لك كم مشتايت حين قادت ايضاهم ولا رضاي بالزقري. رجع صلنا عندهم سلمنا على أخوالي وهذاك الساعة ضوونا سلام بي، إحنا قالوا أمي قد يخاف علينا وضوونا لا عندهم أمي هذاك الساعة ها وصلنا قد وظهر وصلنا لا عنده سلمنا عليها وهي فرحت. ورجع وصلنا مع كنا في نوابي يعني قالت ليش رحتوا ولا ضربت ولا بس في الحرب كذا دي لنا هالقصة كاملة، يعني صدق قد مش مجهزين وصلنا مفاجأة، وهي وصلنا وهي بتبكي الصدق فاجأناها وهي كانت تبكي من الفرح. نصيحة مني لا قالوا لهم نسر الرحلة، ولا قالوا لمصدقائهم نسر الرحلة احنا وياهم، ولا يزيد على خال بعضنا اخوالنا مش خالي يعني
بعد جيرانا اخوانهم شلوا اخوالهم بعضهم اصدقائهم لا زادوا على ولا جو دق وقال لي نسرح له ولا بزهم من داخل الجامع يقولون سنتيجي ولا شيء الله يرضمش. لحسن الحظ نجا هذا الطفل هو وشقيقه من هذه الورطة وتمكنا من العودة لحضن أبيهما وأمهما، واستطعنا أن نستمع منه إلى هذه الشهادة المهمة عما يعانيه الأطفال في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. فكل طفل يرى فيه الحوثيون مشروع مجند، وكل مجند هو ضحية عنف مؤكد وضحية موت محتمل. مشاهدينا الكرام، تصنيف اختطاف وتجنيد الأطفال في القانون الدولي واليمني ووقائع التجنيد المرصودة وموقف منظمات حقوق الإنسان منها موضوع حديثنا مع المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام، سيكون معنا بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بالناشط الحقوقي والمحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام. مرحبا بك سيد توفيق. أهلا وسهلا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. استمعنا قبل قليل إلى شهادة طفل تعرض للاختطاف والتجنيد والتعنيف أيضا في معسكرات الحوثيين، كيف ينظر القانون لهذه الحالة؟ بكل بساطة نستطيع أن نقول أن قضايا تجنيد الأطفال هي من القضايا التي ترافق الحروب والنزاعات المسلحة، خاصة النزاعات الداخلية. نعم. ولذلك سعى المشرعون على المستوى الأممي والعالمي لسن التشريعات الصارمة التي تحرم تجنيد الأطفال واعتبرتها من الجرائم التي تستحق المحاكمة محكمة الجنايات الدولية. الطفولة هي الطرف الأضعف، ولذلك يتم استغلالها بسبب فقدان الأب، بسبب فقدان الحماية العامة التي تكون غالبا في الدولة. ولذلك رأينا أنه العالم حاول مناقشة هذه القضية على أكثر من صعيد، على الصعيد السياسي والثقافي حتى على مستوى الفن والإعلام. صدرت مجموعة من الأفلام في هذا الكلام، خاصة فيما يتعلق بالتجنيد في السابق. نعم. هذا التجنيد نستطيع أن نقول جريمة تعذيب الأطفال هي جريمة مركبة. أولا أنها جريمة متعلقة بالتجنيد كتجنيد بحد ذاتها، والأمر الثاني أنها جريمة متعلقة بالتعذيب، وهذه أيضا جريمة ثانية مضاعفة سيد توفيق مضافة للجريمة الأولى. وبالتالي سيد توفيق، قبل هذه وتلك، قبل التجنيد والتعنيف، هي واقعة استدراج واختطاف لطفل قاصر. كلها بالنهاية هذه جماعة بالنهاية تتجمع هذه كجرائم مركبة تستوجب التوثيق والتحقيق فيها. أنا أقول إلى اليوم أن هنالك قصور واضح من قبل الحكومة الشرعية. هؤلاء الأطفال الذين يتم ارتكاب جرائم بحقهم، سواء جرائم تجنيد أو جرائم اختطاف أو جرائم استدراج، إلى اليوم لم نرى أي قضية تم التحقيق فيها وإحالتها إلى القضية وإعلام بيانات لأشخاص معينين. سمعنا بأن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان قدمت لرئيس الجمهورية مجموعة من الملفات في العام الماضي وحال إلى النائب العام، وإلى اليوم لم نرى في ذلك. لذلك النائب العام أصبح إشاعة سيد توفيق، النائب العام أصبح إشاعة لم نسمع به ولم يتحرك سوى للإفراج عن معتدين على نقاط أمنية، وأنا شخصيا تفاجأت بأن هناك نيابة عامة ونائب عام يمكن أن يعني لا زال على قيد الحياة
ولا زالت تصدر عنه أوامر، وبالتالي لم نرى خلال كما تفضلت خلال الثلاث سنوات توجيه اتهام واحد بجريمة واحدة منذ بدأ الانقلاب إلى هذه اللحظة، سوى الإفراج عن بعض المطلوبين، وهذه أمر يعني غير مفهوم على الإطلاق. أنا أتكلم عن المفترض، ما دام أن هنالك وزير عادل، وما دام أن هنالك نائب عام، ما دام أن هنالك رئيس محكمة عليا، ونيابة عامة تعمل في عدن، ونيابة عامة تعمل في مأرب، يجب أن تتحرك هذه الأدوات القضائية للتحقيق في مثل هذه الجنايات. إحنا اليوم نعاني إشكالية كبرى في اليمن، أن المناطق التي تحررت أو التي واقعة تحت السلطة الشرعية هي اليوم أصبحت ميتة إجرائيا، لا يوجد فيها أي تفعيل حقيقي لأدوات القضاء من أجل إنصاف المظلومين أو تقديم الشكاوى إلى غير ذلك. نعم، ماذا عن المسؤولية القانونية إذا كانت يعني القوانين المحلية والدولية قد فصلت في ما يقوم به عناصر الميليشيا من استدراج ومن تجنيد الأطفال ومن تعنيفهم، فما هي المسؤولية التي تلحق الأسر وأرباب هذه الأسر، الأباء والأمهات الذين يهملون أطفالهم ويتركونهم يعني يفرطون فيهم ويتركونهم ضحية لهذه العصابات، ناهيك عن تلك الأسر وأولئك الأباء الذين يدفعون بأبنائهم وهم قُصّر إلى هذه المحارق؟ اليوم لكي نكون أكثر واقعية، اليوم لا يوجد أي سلطة، لا توجد السلطة الكاملة الأسرية على الآباء، اليوم في سلطة أمر واقع قائمة على القوة، هذه السلطة أسقطت الدولة بأكملها وفرغتها من محتواها ونهبت كل أسلحتها واستولت على كل معسكراتها. نعم، هذا من ناحية، وبالتالي أصبح اليوم عملية التجنيد تتم إجباريا. نحن التقينا بكثير من نازحي الحديدة الذين فروا إلى عدن أو فروا إلى تعز، كثير منهم فر بسبب التجنيد الإجباري لأبنائهم، ولذلك فروا بأبنائهم إلى مناطق أكثر أمانا. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هنالك بعدا اقتصاديا، وبسبب الوضع الاقتصادي في اليمن، بسبب اعتقال رب الأسرة، بسبب قتل فقدان رب الأسرة في معارك لأحد الطرفين، تجبر كثير من الأسر على أن تدفع بأبنائها إلى محارق الموت من أجل لقمة العيش، من أجل أن يأكل بقية الأطفال. ولذلك القضية اليوم القضية مركبة جدا ومعقدة، ولا يمكن أن نحمل الأسرة المسؤولية الكاملة. بعض الأسر التي لديها القدرة استطاعت أن تفر بأبنائها حتى من المدن إلى القرى، والبعض فر بأبنائه من مدينة إلى مدينة. الوضع معقد جدا يعني. نعم. نعم. وبالتالي المسؤولية اليوم وقف هذا الانتهاك المتعلق بالتجنيد الإجباري، هذه مسؤولية مجتمعية ومسؤولية دولية ومسؤولية أخلاقية بالدرجة الأولى. يجب أن يتحرك الحكومة، يجب أن تتحرك المنظمات، يجب أن يتحرك الدبلوماسية السياسية اليمنية، يجب أن تتحرك الماكينة الإعلامية أيضا التابعة للحكومة، يجب عرض هذه القضايا على العالم، يجب خلق رأي عام باغت في هذا الاتجاه من وقت هذه الانتهاكات. اليوم كثير من المعلومات لا نستطيع أن نصل إليها لأسباب متعددة، هنالك معسكرات تتم بين الجبال، هنالك استدراج بطرق معينة، هنالك إغراءات بطرق معينة. العملية تحتاج إلى إعداد حقيقة، إلى إعداد أفلام حقيقية تؤثر في هذا الرأي العالمي وتكشف الحقائق كما هي. اليوم قضايا الإطفال نعم هنالك ضجيج إعلامي، هنالك كتابات صحفية، لكن لم نرى إلى الآن فيلم احترافي يتعلق بقضية الأطفال، يتتبع قصة الطفل كيف استدرج، كيف تم تجنيده، ماذا قال له، كيف دخل المعركة، كيف خرج من المعركة. حتى الأطفال الذين يقعون في يد الحكومة الشرعية في مأرب يتم عمل لهم جلسة استماع باهتة ثم تختفي. العالم لا يسمع لهذا الأمر، العالم يريد عمل احترافي متميز لإظهار هذه الحقائق على الأرض. نعم، كنشطاء حقوقيين أنتم أو حقوقيون يعني هل تقومون بتوثيق هذه الأمور
يعني على بالاستبيانات، بشهادات مكتوبة، بمقابلات، هل تقومون بالجهد التوثيقي؟ نعم بلا شك هذه الأمور كلها تتم، لكن هنالك يجب أن نؤكد أن هنالك مجموعة من العوائق تعتري كثير من الناشطين الحقوقيين على الأرض. أولا هنالك استغلال واضح للمؤسسات الدولة في التهرب من جرائم التجنيد الإجباري، غالبا يتم رفع كشوفات وقطع بطائق للأشخاص الذين دون السن القانونية بحيث يثبتون أنهم وصلوا إلى السن القانوني. هذا أيضا يتم في صنعاء، وأيضا يتم للأسف الشديد في بعض مناطق التجنيد التابعة للحكومة الشرعية، وبالتالي هذه أحد التحديات. لكن بشكل إجمالي نحن نقوم بعملية رصد وتوثيق، وأعتقد نحن في سام خلال عام 2017 رصدنا ما يقارب 1800 حالة تجنيد إجباري، مع يقيننا بأن العدد يتجاوز ذلك بأضعاف مضاعفة. تجنيد إجباري سيد توفيق، للتوضيح، لا يستطيع سيد توفيق، 1800 حالة للتجنيد، 1800 حالة تجنيد إجباري لأطفال قُصّر، أم تجنيد إجباري عام يعني؟ لا لأطفال قُصّر هذه الحالة، 1800 حالة لأطفال تم رصدهم، العدد أكثر من ذلك. أنا تقريبا يصلي شهريا أسماء من متعاونين تواصلنا مع آباء. العملية اليوم في التجنيد الإجباري أنه يرافقها مجموعة من الانتهاكات، كما ذكرتم عملية التعذيب، عملية الاستغلال، حتى وصل إلى بعض الاستغلال الجنسي، ونحن لدينا تقارير لكن نريد أن نتحقق بها بصورة أكثر وثوقية، لأن اليوم العملية عملية التجنيد الإجباري هو تهديد حقيقي للمستقبل، لأنه عملية التجنيد ليس عملية استخدام السلاح وكفى، هي عملية يرافقها تعبئة خاطئة، زرع مجموعة من الأفكار المدمرة. نعم، رأينا فيديوهات للأطفال سيد توفيق، رأينا فيديوهات للأطفال الذين تم استهدافهم من قبل التحالف في الأسبوع المنصرم في مدينة ضحيان، وهم في يعني يخضعون، وأكيد الآلاف من أمثالهم في مناطق سدرة الميليشيا لعمليات مثل ما تفضلت، عمليات أو دورات لغسيل الأدمغة والتعبئة الخاطئة، وهذا طبعا لا يبرر استهدافهم على الإطلاق، لكن الشاهد أن المسألة ممنهجة في تعبئة أطفال، تعبئة يعني خاطئة، تعبئة وشحن طائفي منذ يعني نعومة أظافرهم، ثم التوجه بهم إلى المحارق. نعم، اليوم أنا أقول دائما أن اليوم الحرب، اليوم الحرب الموجودة في اليمن أحرقت كل القيم، أحرقت كل الحدود، وبالتالي نحن الآن اليوم هنالك حرب مفتوحة على فضاء لا متناهي وغير محدد. اليوم هنالك مسارعة مجنونة من كل الأطراف، استخدام كل ما يمكن، لا يوجد اليوم أي احترام للدماء، أي احترام للأرواح، أي احترام للأعراض، أي احترام للمقدسات. اليوم كل طرف يرفع شعارات متعلقة بالدين ومتعلقة بالنصرة، لكن في حقيقة الأمر هم يحرقون الأرض والحرث والنسل. وبالتالي اليوم المعركة ما بعد التحرير أو ما بعد انتهاء هذه الحرب هي معركة طويلة الأمد متعلقة بالأفكار، محاولة إعادة هذا الجيل إلى السكة الطبيعية، إلى طريق الاعتدال، إلى الانتماء لهذا الوطن. هناك أنباء سيد توفيق عن استعداد الميليشيا الحوثية في مناطق السيطرة بمنهج تم إعداده، منهج طائفي بامتياز، منهج في المدارس العامة، يعني الأنباء التي تواردت عن هذا المنهج مرعبة، يعني نحن إزاء عملية غسيل، يعني غسيل عقول جماعية ستقدم عليها الميليشيا باستخدام الأدوات العامة من مدارس ومدرسين وكل إمكانات وزارة التربية والتعليم الخاضعة تحت أيديهم. ما هي الحلول لمجابهة مثل هذه العمليات التي تؤسس لاستغلال الأطفال؟
الفكرة تواجه الفكرة، هذا هو الأساس. يجب أن يكون هنالك لدينا مشروع فكري ومشروع فكري ووطني يواجه مثل هذه الأمور. يجب اليوم أن تتولى مدارس التربية والتعليم في المناطق المحررة، يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة للقنوات الإعلامية التي تعمل مع الشرعية من أجل هذا التوجيه. للأسف الشديد اليوم الإنسان يحس بطريق تركه الأحرار مثل الزبيري والنعمان والبردوني، يحس أن هذا الطريق اليوم أصبح موحش. اليوم المفترض أن هذا الطريق الذي يملأ بمثقفين الثورة أصبح طريق للمناكفات والمزايدات والمقاتلات على صفحات التواصل لاتباع المشروع الثقافي اليوم الذي مع الشرعية مدمر فيما بينهم أبناء الشرعية. للأسف الشديد الجبهة الثقافية اليوم من أوهن الجبهات التي نقاتل فيها، ولذلك أنا دائما أقول رحم الله الزبيري، تركوا لنا طريقا موحشا لم نستطيع سلوكه إلى حد الآن. اليوم ما هو الإنتاج الذي أنتج إلى حد خلال 3 سنوات كإنتاج فكري وإنتاج وطني، انتصار لقيم فبراير، انتصار لقيم المواطنة، انتصار لقيم الاعتدال، انتصار لهذا الوطن. اليوم المثقفين لم يقدموا الشيء الكثير من أجل هذا الجانب، وبذلك للأسف الشديد اليوم معركتنا هذه المعركة التي يخوضها الحوثيون على الجبهة الفكرية لم يواجه اليوم حتى على مستوى وزارة التربية والتعليم. لم نجد إلى اليوم قامة تملأ هذه الوزارة قامة فكرية وتربوية قادرة على استشراف المستقبل، قادرة على إدراك مثل هذه التحديات، قادرة على صياغة منهج يواجهنا. نحن اليوم لا نقول يجب مواجهة التطرف بالتطرف، ولا نقول يجب أن نواجه الشحن الطائفي بشحن طائفي مضاد، صحيح. نتحدث عن فكر ينتمي إلى فكر ينتمي لهذا الوطن. اليوم نعم. قصيت التجنيد الإجباري يجب أن لا يفهمها كثير من الناس أنها عبارة عن بزة عسكرية والسلاح يلبسه الطفل. التجنيد الإجباري اليوم هو شحن فكري، اليوم هو تغيير عقلي، اليوم هو تغيير مزاج، تغيير رؤية، تغيير تفكير، طريقة حياة بأكملها. وهذه هي المشكلة التي يجب أن يدركها صانعي القرار في الحكومة ويدركها المثقفون أنفسهم الذي يتناكفون اليوم فيما بينهم البين. نعم، هل من رسالة أخيرة توجهها سيد توفيق بهذه السانحة؟ هي حقيقة رسالة لكل الأطراف، رسالة للأطراف الذين يستغلون هؤلاء الأطفال، ندعوهم في حقيقة الأمر للالتزام بالقانون الدولي، وأيضا يراعون مشاعر الآباء والأمهات، لأن كثير من أبنائهم وبناتهم ربما اليوم إما خارج اليمن أو يعيشون عيشة مرفهة، بينما أبناء المساكين والضعفاء والذين لا يجدون قمة العيش هم الذين يذهبون وقود لهذه المعركة. ندعو الآباء والأمهات كلهم بقدر استطاع من يستطيع أن يحمي ابنه بأي وسيلة من الوسائل، تهريبه إلى القرية، إذهابه، لأن ابنك اليوم هو رأس مالك الحقيقي. هذه الظروف سنتجاوزها ستنتهي، لكن المشكلة أن يتحول لديك لغمة أو يتحول لديك سلاح مدخر داخل البيت يعكر مزاج الحياة العامة ويعكر المزاج. وقد رأينا كثير من الحوادث سيد توفيق، رأينا الكثير من الحوادث لأبناء أو يعني شباب وناشئة عادوا من الجبهات بكمية من الحقد والتطرف والغلو، يعني أسفرت عن مقتل الآباء، وبعض الحالات كان يعني الأسرة كلها ضحية لهؤلاء الذين ذهبوا أطفالا وعادوا مجرمين. الناشط الحقوقي والمحامي توفيق الحميدي، رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الطفل المختطف والمجند والمعنف خالد الوركي تم الرصد، في أمان الله.